السكبين محمد بناتير وأحمد ميدوكلاي خويا الغالي، كما قلت لكم بطل تونس 3 مرات، قصة نجاح متواصلة، كومبا الأولى كونتر طارق بن زرت، كومبا الثانية كونتر حمد توليل، كومبا الرابعة كونتر صالح ولد البشير، كومبا الثانية والثالثة عمرهم فرد نهار، كومبا الرابعة كونتر نقمة أولد المرناك مرناقية، كومبا الخامسة كونتر بوراس نبيل جرثومة، الكومبا السادسة كنت ولاد القرويل، الكومبا السابعة كنت البوسيه لسا، الكومبا الثامنة اللي هي الفينال، أول فينال لعبوا في حياته السكبين كنت البوب سيد حسين بالأحسن عماد. الفينال الثاني يكون كونتر الفرنك أولاد سليمان، الفينال الثالث يكون كونتر ملك الموت نردين كبارية، بطل تونس 3 مرات متواصلة. هذا أخوي لأي إنسان عمل فيديو ولا كتب لنا كومنتير قلنا كيفاش بطل تونس 3 مرات، هذه إجابة واضحة هيك الصوت والصورة أخويا باش نكون واضحين مع الناس الكل. بطل تونس 3 مرات، في البطولة الأولى كنت البوب سيد حسين، البطولة الثانية كنت فرانك أولاد سليمان، البطولة الثالثة كنت ملك الموت نور الدين كبارية، ما ثماش أكثر من هكا بروف، برا تفرش الفيديوهات وزيد ثبت ما يسالش. سكبان نجاح متواصل، قصة أسطورة متواصلة، أسطورة حية في غرام تونس. تحية لبطل تونس الكل، وإن شاء الله ديما جديد وبرشا جديد يستنى فيكم. أبونيفو ولا فامي وبرشا خدمة يا الولاد، تحبوا التشجيع أكاهو حاجنا بالتشجيع والخدمة علينا نحن. برا خويا السلام عليكم.